إذن كعادتها إسرائيل ترتكب جريمة غادرة أخرى وتقتل إسماعيل هنية بعملية نوعية بالتزامن مع اغتيال القائد بحزب الله فؤاد شكر. ربما سيكون ردا متزامنا يعني بنفس التوقيت وبنفس يعني ومتعدد الجهات ومتعدد الوسائل، يعني صواريخ على ممكن شيء بالبحر، على ممكن شيء على حقول النفط، ممكن على محطات الطاقة. أنا الآن بالنسبة لي، أنا لو كنت في مكان القيادة في إيران أو في لبنان أو في العراق، أنا بالنسبة لي لا أرضى بأقل من أن نضرب تل أبيب ونسوي تل أبيب بالأرض. لكن هل هذا نستطيعه الآن؟ ربما لا نستطيعه. نتنياهو الآن المزهو فرحا بما حققه، سيدفع ثمنا كبيرا بعد أيام قليلة. غدا بكل الأحوال سنسمع السيد نصر الله وما سيدلي به في هذا الإطار، وربما سيكون هناك كلمة للسيد الحوسي، وعلى ضوء هذه الكلمات وعلى ضوء الاجتماعات والاتصالات المكثفة ما بين أركان المحور سيكون هناك شيئا ما سيحصل بطبيعة الحال. يبدو بأن أمريكا فقدت السيطرة على الشرق الأوسط، وهذا يعود إلى السياسة الفاشلة التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجدنا كيف حصلت الحرب في أوروبا في أوكرانيا سنة 2022، ووجدنا كيف حصلت الحرب في غزة وما حصل في 7 أكتوبر. إذن هذا يتعلق بسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفاشلة. أعتقد بأنه يمكن سياسي أمريكي أن يوقف نتنياهو. يعني تصور مثلا المرشحة عن الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس التي تعتبر من أقصى اليسار في الولايات المتحدة، يعني تقف على يسار باراك أوباما، اليوم صرحت بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. لا يستبعد كل من شارك في آلية الاغتيال، إن كان في طهران أو كان في العراق أو كان في اليمن أو كان في سوريا أو كان في لبنان، لا يستبعد أن يكون الرد ضعفين. فلذلك اليوم يعتبر المقاومة قد رفعت أو رفعت راية الانتقام في كل مكان.